بما انه ال بروبينورفين يرتبط لي جدا قوي جدا لانه عنده سلو بايندينج، لكن لما يرتبط ارتباط قوي مع الريسبتور مالتي، معناها انه كميه قليله من عنده احتاجها حتى ينطيني انالجيك افكت. تمام، لهذا قلنا انه يعني باللو دوزز عنده سايد افكت عاليه ويعطيني انالجيك افكت، لكن بالهاي دوزز راح يقل السايد افكت مالته. يعني مثلا اذا احتاج 100 ملغ من المورفين حتى يعطيني انالجيك افكت، احتاج 10 ملغ من البروبينورفين حتى يعطيني تاثير الانالجيك افكت المقارب للمورفين، بس ما يوصل نفس تاثير المورفين، مقارب للمورفين اللي يرتبط بقوة مع الريسبتر. تمام، however buprenorphine is only partial agonist and is less efficient at activating analgesic receptors. لهذا السبب انه قلنا ما يوصل للماكسيمم افكت من المورفين لانه partial agonist على ميو و less effect at the activating the analgesic receptor. ليش less efficient؟ لانه بطيء جدا بالارتباط، واذا ارتبط يرتبط ارتباط قوي، واذا slow leaving guys. How that means that it is unable to reach a maximum level of analgesia that the morphine can. The buprenorphine can produce analgesia. هنا هي الزبدة هنا. Buprenorphine يقدر ينطيني analgesia effect below doses than morphine. لكن إذا هاي بالحالة mid وال low pain. أما ال higher pain وقت يعني مثلاً بالكانسر مثلاً ما ينطي buprenorphine. It is not effective as morphine. هو قال بالكانسر، يعني صراحة متساءل إنه هنا قال لو يستخدم بالكانسر، هو ما أعرف يعني as well suffering from cancer، يعني هنا محتار صراحة. هو قال كانسر بهالسلاب بالضبط، قال مثلا ما يقدر ننطيه الكانسر، هو قبل شيء يعني مذكور هناك كانسر، ما تفتهم يعني. هو بين قوس يقول لكم إذا عندي مريض عندي be higher pains، يعني الألم ما تقلش، ما أقدر أنطي بوبرينورفين لأنه هذا ما راح ينطيني انالجيزيا افكت عالي، مو مثل المورفين. تمام، ف هي هنا الفكره، قلنا لكم احتاج يعني جرعه صغيره من عنده تنطيني انالجيك افكت، بينما المورفين احتاج 100 ملغ مثلا على سبيل المثال من عنده حتى ينطيني انالجيك افكت.